والناس زي ما تشوف قدامك هاي تعاني، كلها بوادين مية وكلها بنقات. الناس بكل مانا في مشكلة مياه حقيقية. مية شراب، هذه مية هي اللي حتجيب الحياة. أصبح المواطن للحصول على الماء يدفع في 150 و200 دينار. لا يفكروا إن الكلام هذا زي الكلام الأول. رأوا أنت جاي بتقوله وبتعاوده وسامعيننا ممكن قبل حتى كم مرة هم. وكيف ما قال الرئيس أعطونا حل، الناس خلاص هجت، الناس هجت. اللي يقدر يساعدنا روحني في مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. كنت في الطريق السيد العميد ذكر لي عليه محطة تحلية. طبعا عايشين محطة تحلية المنطقة كلها سواء من الجميل والرجدالين والمنطقة اللي محيطة بزوارة عندهم مشكلة. مشكلة زوارة ما زالت حتى هي في نفس الإطار. مشكلة محطة تحلية مياه زوارة هذه تعاني من تاريخ قديم، هي محطة قديمة وحاليا متوقفة عن العمل. من العجيلات لراس جدير ما فيش مية، 400,000 نسمة تعاني من قلة المية. عملية صيانة المحطة هذه يديروا فيها عملية يسينوا مرة غلاية مرة يسينوا مبخر. الحقيقة الكلام هذا احنا تعبنا منه ياسر. محطة تحلية المياه في بلدية زوارة شيدت في أواخر التسعينات القرن الماضي. تم إنشاء المشروع على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت بقدرة إنتاجية تقدر ب40,000 متر مكعب. أما المرحلة الثانية من المشروع فقد بدأ تنفيذها سنة 2005 بنفس القدرة الإنتاجية، ولكن لم يستكمل العمل لتشغيل المرحلة الثانية ولم يرى هذا الجزء النور أبدا. وما عندناش مصادر بديلة للمياه إلا المياه البحر عن طريق مصانع التحلية. غير هيك الآبار متاعنا كلها يعني مياه غير صالحة للشرب ومياه مالحة. لذلك توجهنا في أعقاب كل الحكومات ومن قبل 17 فبراير 2011 وإحنا نعانوا من نفس المشكلة. مشكلة المياه في المنطقة الغربية لها حلين. الحل الأول اللي هو صيانة سريعة ومستعجلة لمحطة تحلية المياه لزوارة. المحطة هذه طبعا تغذي فيما لا يقل على 350,000 نسمة القاتنين داخل نطاق المنطقة الغربية أو الساحل الغربي امتدادا من العجيلات إلى رأس جدير. كل المنطقة يعني مصدرها الوحيد للمياه الصالحة للشرب هي محطة تحلية مياه زوارة. كان من المفترض للمحطة أن تنتج الماء الصالح للشرب لسد حاجة أكثر من 400,000 مواطن في المنطقة، ولكن توقف المحطة أصبح كابوساً يلاحق المواطن في المنطقة ويترصد أخبارها على أمل أن يسمع صوت تشغيلها. أكبر مشكلة تواجهها المنطقة الغربية عامة وبلدية زوارة خاصة، واللي واجه في المشكلة هذه حقيقة المواطن الكريم الذي أصبح يعني بعد أول عنصر للحياة زي ما نعرف الجميع اللي هو الأكسجين، ولكن مباشرة يجي بعد اللي هو المياه اللي هو المصدر الرئيسي للحياة. يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما نختلفوش في الموضوع هذا، ولكن نشوفوا أن فعلا الحياة في المنطقة الغربية أصبحت معدومة من قلة المياه ومن عدم توفر المياه الصالحة للشرب أو للاستعمال. زي ما نعرف جميعا إخوتي المشاهدين والمتابعين لهذا الملف أن المنطقة الغربية تعتبر أغلبها أصباخ، وما عندناش مصادر بديلة للمياه إلا المياه البحر عن طريق مصانع التحلية. إلا أنها اتخذت من التوقف شعارا لها. وضع المواطن أصبح لا يطاق. أنهكته الأرقام والحسابات لتوفير المياه الصالحة للشرب والاستعمال اليومي. ففي زيارة لبلدية رجدالين بدا الوضع أكبر من نقص في المياه، المشكلة أصبحت مشاكل. فتوقف تحلية المياه عن الضخ ما اضطر المواطن لاستعمال مياه الري للاستعمال اليومي عن طريق تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المنازل لتجف المياه الجوفية وتختفي في بعض المناطق، كما أن منسوب المياه المالحة بدت في زيادة، إضافة إلى مضار استخدام هذا المصدر الخطير والذي يقارب أيضاً على الجفاف. ضرين باعتبار من المياه اللي يبيعوا فيها من ناحية الطرق ومن ناحية هرب المية باعتبارها بعدت المية شوية،
ولا الطرق باعتبار الطريق هذه تتودي للمنازل اللي سلمنا فيها مرتين واحدة من كثر السيارات الكبيرة. والحد الآن نظرا للكهرباء ما فيش، السيارات ممكن ما هناش، يعني ما يقارب يوميا ب70 ب80 سيارة يتعدوا مع الطريق هذه مسلمين فيها للمواطنين احنا مرتين واحدة. والمية هربت والزيتون تشحوا فيه مجوش سيارة مية واصلة مثلا نقول 140 جنيه و 130 جنيه باعتبار تبي ماشي بتفرق لان تحليل الدوله ما تخدمش. ايه باعتبار احنا ناخذ تو حاليا في شيش ميه شراب يعني. ايه وبالنسبه للاضرار اللي اعتبار على الزيتون وعلى واحد بيستغل مثلا نقولوا ارض بيغرسها الزيتون والله مثلا نقولوا زرع والله صفص والله طماطم فلفل كذا ما هيش مشكله، لكن بكونك انك تطبيعها يعني هذه باعتبار الميه اللي هنا تمشي للجبال تمشي للزوار تمشي للقدرين كل الناس كلها تكركب منه، يعني ما تكفيش باعتبار جايني في حي سكني ودي لي برنامج طريق فيها سيارات كبيره. يجي 10 سنوات يعني 9 سنين 8 سنين خلاص الميه ما عادش لاقينها، عندي بير يعني ميه حلوه ما عادش ولا قطره ميه ما فيش بكل باهي. فوق من هذا يعني المشكله السيارات الكبيره هي فسدتنا كل شيء، الطريق فسدتها، الصابون الازعاج السكان يعني نعاني منها بشكل يعني ما يصفش بكل، فهمت؟ فاشكلنا للجهات المختصة مرة واثنين وثلاثة وما في شيء حل يعني صرنا في برنامج الهوات. سعر السيارة يوصل حتى 150-160 جنيه. على كل حصلت سيارة وبعد توصيل اليوم بعد 15 يوم يقول لك شد الطابور باش تجيك سيارة. تعاقبت الحكومات وكثرت الزيارات وتكدست الوعود، رغم ذلك لا زال مواطنو المنطقة الغربية بدون مياه في مشهد يتكرر لسنوات. تمت في الفترة الأخيرة إجراء عمرة للغلايات من المرحلة الأولى ولكن لم تستكمل نظرا لنقص التغطية المالية التي تستوجب توفير بعض القطع غيار وبعض الأجهزة والمعدات كي يتم تشغيل الغلايات بالكامل، كما أن هناك مشاريع عدة في تنفيذ أو دراسة بعض البرامج الخاصة بالصيانة مثل إجراء العمرة للمساعدات، ولكن إلى الآن لم يتم الإجراء وننتظر نحن في موافقة الدولة الليبية وتسهيل بعض المبالغ لمحطة تحلية زوارة. المحطة ما تحتاج فقط إلى غلايات، المحطة عبارة عن مصنع متكامل وكلها عبارة عن حديد ويتغذى من مياه البحر ومياه مالحة، لذلك يحتاج إلى عمرة سنوية وما يقلش في كل أنحاء العالم، كل مصنع يحتاج إلى عمرة سنوية إذا أردنا أن هو يعني يطول في عمره. أما بالطريقة هذه أن احنا نشغله مصنع لمدة 20 سنة ما نديره له الصيانة، بالتأكيد أن المصنع هذا حيتهالك وحيصبح غير صالح للاستعمال. اللي وصلناه توا أن احنا طبعا درنا جميع الإجراءات الإدارية اللي مفروض تندار، سواء عن طريق محطة التحلية نفسها خاطبوا الشركة العامة للمحطات التحلية، وتم مخاطبة وزارة الموارد المائية سواء كان في الحكومة هذه وفي غيرها من الحكومات السابقة، كلهم عندهم علم أن محطة زوارة هذه من الضرورة أن هي تندار لها صيانة كاملة وعمرة كاملة. إلى حد الآن لم نجد استجابة من جميع الحكومات المتعاقبة، بل بالعكس أحيانا يعني يتمننوا علينا أنه بنعطوا 3 مليون دينار باش يعدلوا ولا يصينوا قطع غيار معينة ولا غلاية ولا هذا، طبعا لا يتأتى ولا يمكن أن يصير لها حل لهذه المحطة إلا بعمرة كاملة، وهذا كان آخر مطالبة لنا لما كان فيه زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة زوارة الأخيرة، وفعلا كان مطلبنا الأهم أن احنا تتصين هذه المحطة باعتبارنا هي المصدر الوحيد لمياه الشرب. فالمحطة متوقفة على الإنتاج في غياب قطع الغيار ثارة وانقطاع الكهرباء ثارة أخرى، ناهيك عن غياب الصيانة وإهمال الحكومات، والتي كانت بمثابة القشة التي أنهت إنتاج المحطة نهائياً وحكمت على عملها بالتوقف الواجب النفاذ. إلى حد الآن ما وجدناه من حكومة الوحدة الوطنية اللي هي رسالة متوجهة من مدير مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الموارد المائية، غير هيك لحد الآن ما تحلحلتش المشكلة وما صارش فيها أي حل. المحطة واقفة توا لشهور، الناس يعني ممكن تابعتوا الفيديو أن الناس تشري في سيارة المية بأكثر من 200 دينار لكل سيارة. الناس عارفين كلنا أن الشعب الليبي عايش على المرتب، يعني إذا كان كل شهر أو أقل من شهر يحتاج إلى سيارة مية ب 200 دينار
فما نعرفش مرتب بالضبط قداش للمواطن الليبي وين بيقسمها، بيقسمها على المية، بيقسمها على باقي ظروف الحياة. نعرف أن هي كلها صعبة، حتى من العلاج أصبحوا يعالجوا في مصحات خاصة لافتقار المنطقة لمستشفى عام. الدولة يعني مش موفرة مية، مش موفرة مستشفى يعني صالح للناس أن هم يعالجوا فيه. الناس فلوسها قداش باش يقسموهم على هالمواضيع كلها. لذلك احنا من هذا المنبر نطالب وندعو ونداء عاجل موجه لحكومة الوحدة الوطنية، موجه لكل المسؤولين في الدولة الليبية، وأيضا موجه إلى نداء استغاثة إلى كل المنظمات الدولية، إلى كل دول العالم اللي يقدر يساعدنا. روحني في مشكلة كبيرة وكبيرة جدا، ومش حاسين بينا، مش حاس بها إلا الناس اللي ساكنين في المنطقة هذه، اللي هم يدفعوا كل يوم في 200 دينارات، والمية راهو ما فيش في المنطقة بالكامل، وما عندناش مصادر بديلة. يا ريت أن فيه مصدر تاني يغدينا بالمية لما توقف محط التحلية. وهذا عرضناه على وزير موارد مائية، عرضناه على كل الحكومات السابقة أن يتم توصيل خط غدام سزوارة. هذا عاجل مش آجل. إذا كان تبوا الناس اللي عايشة في المنطقة هذه ترتاح، أروا خط غدامس هذا بيوصل لزوارة، معناه الناس في المنطقة الغربية كلهم وصلتهم مية النهر الصناعي، وهذا الحل البديل، إلى جانب صيانة محطة التحلية وأن هي تندر لها عمرة مستعجلة باش ننقذوا الناس في المنطقة الغربية. وإلا راهو ما عادش فيه على شن بنتكلموا، ولا عاد عندنا على شن بنقولوا أن حكومة الوحدة الوطنية راهو فاتحة موضوع عودة الحياة. الحياة بدايتها مية، قبل ما تدير لي مول ولا بتدير لي مثلا مسرح ولا بتدير لي هوتيل، أروا أنا ما عنديش مية. إذن يجب أن نوجه الأنظار كلها يا حكومة الوحدة الوطنية، أراه عندكم منطقة زوارة، جميل، رقدالين، المنشية، العجيلات، كلها ما فيهاش مية. هي لغاية زلطني، لغاية راس جدير، لغاية بوكماش، هذو كلها ليبيين وعايشين، ومن غير مية ما عادش يقدروا يعيشوا. لكن نقعدوا نتفرجوا راهو اللي عندهم، تروا الناس ما عادش قادرة تتحمل، ما عادش قادرة تسكت. يا حكومة الوحدة الوطنية، يا وزير الموارد المائية، راهو الموضوع مش موضوع متاع إعلام، الموضوع راهو احنا نتكلموا، لأن الناس خلاص يعني ما عادش عندها حل. فنداء مستعجل نوجهه من هنا لحكومة الوحدة الوطنية، وخاصة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الموارد المائية، أن يتدخلوا بسرعة وبقرار عاجل، وما يتحملش راهو عطاءات ولجان ومش عارف شنو. هذا قرار يجب أن تجي الشركة اللي بانية المحطة هذه، يعني موجودة شركة سيدام وموجودة، يتم التواصل معها وتجي تصين المحطة هذه خلال شهور، تولي لنا المية وتولي لنا الحياة، إذا كان حكومة الوحدة الوطنية جادة في موضوع عودة الحياة. قبل ما بانية راهو نبو احنا أن يكون لنا مصدر مية، غير هيك راهو مش حنقدروا يعني نتواصلوا ونعيشوا في هالمنطقة بدون مية. لذلك اليوم النداء هذا موجه لكل من له اليد ويستطيع تقديم يد المساعدة، سواء كان داخليا أو خارجيا، لأن عجزنا وما عادش عندنا حلول تانية إلا أن احنا نقدمه بهذا النداء العاجل، ويعتبر نداء استغاثة، لأن أصبحنا في حكم منطقة منكوبة، منطقة من غير مية. شو مازال عندنا يعني؟ قاعد الأكسجين فقط. لذلك اليوم هذا نعتبره نداء، نداء عاجل يا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يا وزير موارد مائية، تدخلوا وانقذوا ما يتم انقاذه، والا راهو حنخشوا في مواضيع يعني لا تحمد عقباها، لان المنطقه خلاص اصبحت يعني على يعني على صفيح ساخن. الناس كلها فقدت الثقه في الحكومه، وفقدت الثقه حتى في المسؤولين، باعتبار ان ما فيش حد شاف لهم، ما فيش حد دار حل لهالمشكله هذه. فاحنا نطلبوا اليوم من خلال هذا المنبر التدخل السريع خلال ساعات مش أيام، لأن الموضوع ما عادش له حل إلا أن تتدخل الحكومة بسرعة. وشكرا لكل المتتابعين وكل المتابعين لهذا الملف، ونشكر أيضا كل من يعني تحرك له وطنيته أن يشوف لهال 350 ألف نسمة اللي قاعدين عايشين من غير مية. المحطة تحتاج إلى صيانة كاملة سيادة الوزير، ولا تحتاج إلى صيانة غلايات، وهذه مذكرة مقدمة من أهالي مدينة زوارة وجميل وزلطن ورقدالين لصيانة محطة صيانة كاملة. لو يتكرم السيد الرئيس اليوم يهدي هذه المحطة بإصدار قرار لصيانتها، فهذه المذكرة أمام يدي. حنصدر قرار في هذا الموضوع.